سي جمال الناصري مدير مهرجان تبرقة الدولي، مرحبا بك في كورنيش على موزايك اف ام. مرحبا بك سي سلاح، والفرحة زادة متبادلة، وبارك الله فيك. وانت ذكرت انه مهرجان تبرقة الدولي هو شيخ المهرجان. المهرجانات لازمنا نذكروا خاطر ما يسالش قبل ما نحكيه واحنا على البرمجة. معناها تاريخ سي جمال الناصري، يعطينا هك علاش شيخ المهرجانات؟ شيخ المهرجانات لانه اول مهرجان تأسس سنة 62. اول مهرجان في تونس وقتها. في تونس سنة 62، وكان يعتمد في الأول أصلا على المنتوج التونسي للبحث، ثم ثم الفنانين من بلاد الشرق، من الجزائر، المغرب، كانوا يأسسوا السهرات الليلية، وكان وقتها يسمى عيد المرجان. عيد المرجان على خاطر تبرقة سي لا كوت ديكوراي، معناها مشهورة بالمرجان. فهمتني؟ فهمتك. وتزامنا مع مهرجان الليالي التي تحيها الفرق الموسيقية، ثم معرض دولي يقع في تبرقة. واضح. ثم جات الفترة الثانية بتاع المهرجان، وتسميت مهرجان تبرقة الدولي عام 73 مع سي لطفي بن حسين. وقتها أسس نادي أكواريوس، وكلوب أكواريوس، اللي منه أسسوا مهرجان تبرقة الدولي. بيه كنا نحكيه على البدايات هي كمان كانت حاب تواصل سي جمال. جيس بركة ذهن، هو مهرجان تبرقة الدولي اللي عنده اللوغو بتاع المسكوت هذيك عازف الكونترول باس، يسون سلوغو معناها المعروف بيه جنوب برونزي ديو. وعلى فكرة معناها الجملة هذه جنوب برونزي ديو هي مأخوذة أصلا من اسم مسرحية جنوب موريدي ديو في دو تياتر، معناها ألفها الكاتب جورج بولينسكي وقتها تنديدا بالحرب تاع فيتنام، ومنها استوحية جنوب برونزي ديو. على سبيل المثال معناها الفنانين العرب اللي جاوا تبرقة، معناها محمد قنديل، فهد بلان، شهرزاد، هويام يونس، وديع الصافي، ورد الجزائرية، اي معناها نكملوها بالمرحوم عبد الحليم حافظ. هاي عبد الحليم حافظ صحيح، العندليب الاسمر. الاسمر كان وقتها غنى عنده اغنيه وقت حضرها، وغناها لاول مره على مسرح الزهور. كان عنده مسرح الزهور، مش البازيليك ولا مسرح البحر الحديد، على مسرح الزهور اسمه الويل الويل. مهم برشا كلام تقول فيه سي جمال الناصري، مدير مهرجان تبرقة الدولي. تنجموا تتبعوا الحوار زادا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام لايف. نحكيو على دورة سنين، دورة 60 من 25 جويليا ل 10 اوت، باش يكونوا فما كل يوم عروض. الراحة فقط كان نهار 8 اوت. البارحة كانت ندوة صحفية بالمركب الثقافي عمر الصعيدي بمدينة جندوبة، اعداد العروض ثم 16. كان نحكيو على دورة سنين، قداش ميزانيتها بالضبط؟ والله إلى حد الآن معناها الميزانية المرصودة من طرف المؤسسة الوطنية هي في حدود 100,000 دينار. هذه 100,000 دينار هي الميزانية الكاملة ولا فقط اللي تحصلتوا عليه من فقط بتاع المؤسسة؟ وفما معناها وفما تمويلات أخرى؟ ثم وعود بتمويلات أخرى من السياحة، ثم تمويلات أخرى معناها موجودة واللي كونترات صحة من الفلوس المتصبص في حدود 50,000 دينار. نقول إجمال أنه معناها الميزانية إن شاء الله تكون في حدود 160,000-170,000 دينار. باهي، هذا بالنسبة للميزانية. لكن ما كومش الوحيدين السنة في فكرة أنه فما تسمية الدولي، ولكن لا عروض دولية في دورة السنة. شنو الأسباب؟ يعطيك الصحة. السبب بسيط جدا. بالنسبة للمهرجان تبرقة الدولي والدورة 60 هذه تعتبر معناها دورة مميزة. احنا الجمعية اللي تنظم المهرجان الدولي لتبرقة السنة هي جمعية فنون ومهرجانات. خاطر تعرف سيادتك وانه المهرجان ولت تسند للجمعيات معاش للهيئات. به هذا في بالنا بي، هاي جمعيات اللي تشرف على التنظيم. هاي به كي تولي جمعيه معناها تولي معاش فما فلوس. قبل كانوا فما العروض العربي وعروض من خارج تونس، ويقع تكليف من سيد من طرف السلطات الجهويه المحليه لاي جمعيه. احنا المشكله تاعنا وين التكليف جاء مخر شوي لعدة ظروف، معناها الواحد مش لازم يرجع لها.
ثانيا وقت طلبنا عروض من ديزامبريزاري بتاعنا فهمتني الإمكانية غير واردة على خاطر وقت تطلب وقت طويل الأخذ الترخيص الخاص من الوزارة لسحب أموال أون ديفيز لازم نخلصه. فكرة هذه أنك تسحب أموال أون ديفيز معناها يجي نلخصوها الحكاية نقولوا نحن ما فماش عروض دولية ليضيق الوقت. ليضيق الوقت وزاد اللي قلت الفلوس لو لاحظت الميزانية داخلة فيها. بلي قداش تنجموا تاخذوا معناها قداش عندكم الحق تقريبا معناها باش تاخذوا بالعملة الصعبة؟ والله صدقا ما عندي حتى فكرة معناها أنت والعروض معناها أنت كيفاش تتم العملية باش حتى السادة المستمعين يفهموا سي جمال ناصري مدير مهرجان التبرق الدولي هي. أنت تمشي مثلا ناخذ احنا مثال تقول لهم يا سيدي أنا باش نجيب فنان من ما نعرفش يا سيدي من فرنسا مانيش أنا باش نجيبه باش نجيبه المتعهد الحفلات باهي المتعهد حفلات يقول أنت كتهز من بعد وزارة الثقافة وي تقول لهم راه وين عندي الفنان الفلاني وهما يقيموا قداش ينجموا يعطيوك ديفيزا معناها ولا انت تهز تقول لهم راهو اجر وهكا هما يوافقوا لك معناها المطلب بتاعك الطلب بتاعك المطلب يندرج فيه السوم معناها الاجر بطبيعه الحال باش تحط التكلفه والتكلفه هذيك باش تعطي البنك المركزي اللي باش يوافق عليه هي ما هذه ما كنتوش تنجموا حاجه استثنائيه للمهرجان معناها تنجموا تكلموهم يسرعوا في الاجراءات انا قلت لك اتصلنا من المتعهد حفلات معناها صديق قديم جدا وانصحنا على خاطر هذه باش تاخذ ما بين شهر شهر ونص حتى شهرين معناها في المهرجان والترخيص ما يوصلش باهي ممتاز هذا اللي نجموا نعرفوه بالنسبه للعروض الدوليه نحكيو على العروض التونسيه في الافتتاح موجود عرض نهار 25 جويلية نوال غشام واسمى سليم وفي الاختتام 10 اوت مسرحية فيزا لكريم الغربي ومختلف العروض الاخرين نلقاو فما رؤوف ماهر نلقاو لطيف العرفاوي جهجون مسرحية ليلة الشك ليروى بن اسماعيل مسرحية ميراوش هذه فن العرائس نلقاو مرتضى الفتيتي سي منير العرقي هاي الاستاذ منير العرقي وفما الامير الصغير لمين نهدي فما زاد عرض مسرحي لاحمد مصباح سنن الروح فما نوردو فما عرض الهطايل نضال يحيوي وليد الصالحي فما زاد زياره على مسرح البحر وفما مسرحيه اش يضحك فيكم للنقار وفما زاد سهر تراب اخرى معناها بخلاف جنجون فما اي لاي اللي باش يكون موجود معاكم كان تحكينا على عرض الزياره علاش على مسرح البحر مو مسرح البحر معناها عدد المتفرجين فوق 5000 متفرج في حين مسرح البازيليك الطاقه القصوى بتاعه 800 متفرج فقط علاش ما كان فماش اكثر عروض ما دام هو فضاء مسرح البحر فيها اكثر من 5000 علاش ما حبيتوش تمشيوا وتعملوا اكثر عروض انا راني نسال فيك راهو باش نجموا نفهموا لا لا لا, لا, لا باش نوضح لك على خاطر نقطه مهمه ومهمه جدا وانه راه مهرجان تبرق الدولي لا يرتكز اساسا على عروض الرقحيه الداخليه في الفضاء المغلق خاطر احنا عندنا انشطه خارجيه فيها تنشيط المدينه فيها الورشات صناعة الأقنية التكوين في المسرح الرقص الرسم وعندنا عروض سينمائية avec discussion معناها وعندنا الندوات الفكرية باه وزيد حاجة أخرى زدناها السنة هذه على شهور لك واحد خرجنا للريف ثم ثلاثة مناطق ريفية اللي باش نعملوا فيها زاد أنشطة معناها تابعة للمهرجان باه معنى هذا كله كان حاضر للمهرجان فماش أسماء هكاية تونسية حبيتوها تكون موجودة في المهرجان لكن ما نجمتوش توفروا العروض هذه باش كون اتصلتوا معنى اللي اتصلتوا بهم كل جاو أنا كنت نتمنى معنى كان الأستاذ لطفي بوشناق اتصلتوا به اتصلت به لكن مش حكاية عنده دي كونترا معناها الايامات اللي عندنا احنا معناها الكل عنده فيهم التزامات فنيه. فهمتك معناها انتم اعطيتوه قلتوا له هاي البرمج على ذمتك. اي اتصلت به شخصيا واحد المدير الفني تاعو ما لقيناش حتى تاريخ معناها ممكن. به تذاكر اسعار تذاكر نقاو من 10 دينارات ل 25 دينار. فوالا. باهي. انتم في اسعار التذاكر ساعات يقول لك انا في مهرجان ماذا بيا نربح شوي على الاقل باش ما يكونش عندي عجز مادي ما يكونش عندي معناها نربح شويه فلوس وباهي حتى تربح فلوس انا باش نطور المهرجان مازالش نعرف اوكي.
ماذا بينا نفرهدوا الناس والناس تمشي تتفرج وتستمتع، وفما عروض مهمة تنجم تمشي لها، لكن زادة علاش ما خممتوش انه على الاقل على اي اساس تحطت اسعار تذاكر من 10 ل 25؟ والله هي كلها المقدرة الشرائية من ناحية، من ناحية ثانية معناها الهدف بتاعنا ليس التجاري، معناها اساسا هو لإحياء المنطقة المستوى الاقتصادي والسياحي والناس وما تلقى فين تتفرهد وفين تستمتع بالصيف معناه الهدف نتاعكم هو الجانب المادي، معناها جانب معناها ثانوي تقول انت به. مهرجان تبرقة الدولي يعني اليوم يعمل برمجة، معناها يقول لك للتبرقة يعني للمنطقة، ما يهمنيش نربح ولا ما نربحش. لا مش للتبرقة ومش للمنطقة، لأحباء تبرقة ومهرجان تبرقة الدولي. على خاطر سابقا سيدي كريم في ايامات 73 و74 كانت تنقل مباشره على موجه الاثير في فرنسا في الاذاعه الفرنسيه مباشره من تبرق. وقتاش ترجع الايامات هذه؟ شنو اللي لازم اليوم باش نرجعوا الايامات هذه؟ سي جمال ناصري نذكر مدير مهرجان تبرق الدولي، شنو اللي لازم؟ شنو اللي تطلبه انت باش يتوفر باش ينجم يكون هذا يرجع والاهتمام هذا يرجع والعروض الدولية ترجع؟ هي أول حاجة يلزم معناها أهل الذكر في مدينة تبرقة يتكاتفوا ويلموا بعضهم ويكونوا كلمة واحدة صادقة، ويلزم ثم بعض الدعم من الوزارة لأنه كي تجي تشوف ترجع لتاريخ تبرقة، رأيك نقول لك تاريخ تبرقة معناها ما بين الفنانين الكبار جاءوا وانت ادرى بالاسماء مثلا نحكي على لوكي بيترسون، مايلز ديفيس، ماني دي بانجو، جون بايز، كيت جاريت، معنا مريم مكيبا، وزيد معلومة اخرى فهمتني. كيت جاريت هذا معنا من الموسيقيين الكبار و الى حط معزوفة موسيقية اسمها تبرق، معنا من محبي تبرق. ليوفيري المرحوم ليوفيري تعدى في تبرقة في 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 مرتين معنا حتى البيانو العزف عليه موجود للتو. به واضح جدا، مهم ياسر انه مهرجان تبرقة الدولي ديما ياخو مكانته وشيء ذي معروف كما قلت انت شيخ المهرجانات. نحكي على مهرجان تبرقة الدولي، نشكرك برشا سي جمال ناصري، تحيه ليك وان شاء الله بالتوفيق ليك ولكل اداره المهرجان.